العلاقات السورية العربية للواجهة من جديد، وهالمرة من باب الخرطوم. فبعد قطيعة طويلة بلشت من 2011، فاجأ رئيس السوداني عمر البشير العالم بزيارة غير متوقعة لدمشق، التقى خلالها الرئيس السوري بشار الأسد. بالتزامن كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يلي عم تتحضر بلاده لمعركة ضد الأكراد بسوريا، عم يطلق تصريحات إيجابية من الدوحة تجاه سوريا والرئيس الأسد. بالوقت نفسه كلام كتير عم يتردد عن قرب عودة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين سوريا والإمارات من جهة والسعودية من جهة تانية. الأجواء الإيجابية ما انعكست على العلاقة مع لبنان، يلي بيستضيف قمة اقتصادية عربية الشهر المقبل بغياب سوري لافت. هالملفات وغيرها حنناقشها اليوم مع ضيفنا السفير السوري بلبنان علي عبد الكريم علي. أهلا فيك سعادة السفير وشكرا على استقبالنا. أهلا بكم. البداية من الملف اللبناني، ليش العلاقات سعادتك متوترة مع لبنان؟ تعبيراتكم يعني ليست دقيقة، يعني العلاقة بين البلدين الشقيقين التي تربط بينهما أواصر كثيرة، يعني العائلات واحدة في البلدين والجغرافيا تفرض على البلدين ضرورة التناسق التنسيق والتكامل، ليست متوترة ولكن ليست يعني بالمستوى التي تفرضه مصلحة البلدين وحاجة البلدين والتحديات التي يواجهها البلدان. في هذا الإطار السؤال يوجه يعني للأعزاء في الدولة اللبنانية، لأن سوريا حريصة وكانت وما زالت وستبقى على علاقة أخوية مع لبنان، لأن فيه استجابة لمصالح كثيرة سياسية وأمنية واقتصادية وعائلية، ولكن نحن نرى بعين التفاؤل إلى مستقبل العلاقة، لأن انتصار سوريا على الأزمة المركبة، على الإرهاب الخطير الذي واجهته، على المؤامرة التي استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة، وصلت إلى نتائج أراها مبشرة، وبالتالي مصلحة لبنان أن يتكامل وأن يلتقط يعني الخيوط والمبادرات، وأرى هنالك حكماء أيضا في هذا البلد العزيز. لذلك دعنا نتفائل بالمستقبل ولا نسميها متوترة. يعني هو تعبير متوترة اجى انطلاقا من عدم دعوتكم بداية لموضوع القمة الاقتصادية الاجتماع القمة الاقتصادية العربية لحتى تتم ببيروت الشهر المقبل بداية العام. ما بنعرف يعني رأيكم بهذا الموضوع، ليش ما تمت دعوتكم؟ هل استفسرتوا؟ هل صار في تواصل؟ أنا شخصيا لم أسأل نفسي هذا السؤال، وسوريا الذي تنجزه على الأرض هو الذي تراه مفتاحا أساسيا لمستقبل أمور كثيرة، ولذلك والقمة طبعا يعنينا لبنان ويعنينا نجاح فخامة الرئيس ميشيل عون وضمان حاضنة شعبية تشكل أمانا، لأن هذا يشكل أمانا لسوريا، لأنه الجغرافيا والتحديات التي تحيط لا تسمح لا لسوريا ولا للبنان أن يفكر أي منهما إلا بمنطق مشترك. القمة أولا لم تحدث بعد، وهذا الأمر أنا قلت لم أسأل نفسي هذا السؤال، أراه كون الأحداث تتوالى وسوريا يعني في كل القراءات سوريا صارت في مقلب آخر، يعني بمعنى الرهان على إسقاط الدولة وعلى تفكيك بنية الدولة، تفكيك قوة الدولة صار في مقلب آخر. هذا ما يقوله الأوروبي وما يقوله كل القوى التي شاركت في تخطيط لضرب بنية سوريا، وكان يراهن، ولدى بعض السياسيين في لبنان أنتم تعلمون أن كانت تعطى لسوريا للدولة في سوريا فترة أسابيع وشهر وشهرين
لم يكن أحد ليضع لها سنة. هذا الأمر كله صار في 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 واد. لذلك القمة التي يرتقب أن تكون في هذا البلد العزيز مربوطة بالجامعة العربية، مربوطة بمؤثرات، والسؤال يوجه للقيادة في لبنان. أب يعني نحن كنا عم نسمع تصريحات مستاءة من سوريا، من بعض النواب أو يعني بعض السياسيين حول عدم دعوة سوريا. هذا الشيء، هذا الجو مش موجود عندكم، مش هذا مش موقف الدولة السورية، هذا موقف شخصي. نحن لا أقول ذلك، يعني نحن نرى المصلحة أن يتكامل البلدان، مصلحة لبنان ربما مثل مصلحة سوريا إن لم تكن قبل مصلحة سوريا، لأن سوريا هي البلد الأكبر، وهنالك رغم الخراب والدمار والدماء والخسائر التي أصابت سوريا، أكدت سوريا بهذا الثبات أنها تملك جيشا وشعبا ومؤسسات. يعني حرب تكاد تكمل عامها الثامن وسوريا بمؤسساتها تعمل، مصانعها التي دمر نسبة غير قليلة منها بدعم بتمويل بقلب حقائق في الإعلام عادت بنسبة جيدة. وعندما تحرر مدينة أو بلدة ترى أن المصانع، أن رجال الأعمال، أن الكفاءات، أن الدولة، الحكومة، يعني رأيتم كيف احتضنت حلب مجلس الوزراء بكامله لكي تفعل المؤسسات، المصانع، نهضة هذه المدينة الكبيرة في سوريا والتي تعرضت لعدوان خطير. لذلك عندما تستطيع سوريا أن تمسك بكل هذه، وهي رغم كل الذي أصابها بقيت موحدة القرار، الدولة تعمل بمؤسساتها كلها، ومواطن هذه الدولة حتى الذين يعني دخلهم تشويش أو غرر بهم، نرى كيف المصالحات تعيد نسبة كبيرة من مواطنيها حتى في المناطق الساخنة، ومراسيم العفو والقوانين والإجراءات. نرى أيضا أن السوريين في كل أماكن اللجوء كيف يعود أعداد غير قليلة منهم، وهي مرشحة للزيادة كل يوم. كل هذا هو الذي يشغلنا، ونرى أن السياسة ستلتحق بهذا الذي تصنعه سوريا لنفسها. لذلك أنت رأيت في المقدمة أنك أشرت إلى زيارة الرئيس عمر البشير رئيس جمهورية السودان، هذا أو متوقع وطبيعي، لأن طبعا نحن نشير إلى أن السودان وإن أحاطت بها ظروف مختلفة، رح نتطرق بالتفاصيل لهذا الموضوع. لذلك هذا نراه هو استجابة لما صنعته سوريا، لصمود سوريا، لانتصارات سوريا. لذلك مضطر أنت تقرأ التصريحات الأمريكية، التصريحات الخليجية، التصريحات الأوروبية. هذا كله مفتاحه أن سوريا أسقطت الرهانات التي يعني ضربت حولها أو رسمت لها أو خطط لكي تصل إلى طريق تنهار فيه. كل هذا لم يحدث، بل حدث غيره. على سيرة النازحين سعادة السفير، حتى كان تقول في مراسيم تسهل عودة النازحين، أنتوا دائما متهمين أنه أنتوا عم تعرقلوا عودة النازحين، يعني الدولة السورية أو الحكومة السورية. هل تصدق أنت هذا الكلام؟ يعني أولا أنا علي أنقل وجهة النظر، ولكن هذا كلام صار مكرور. يعني بمعنى حتى المنظمات الدولية، يعني عندما تضطر لإعادة النظر، عندما تسمع بعض السفراء للأمم المتحدة وهم يقرون بأن الحكومة السورية، الدولة السورية، أنا أستقبل عددا من الزملاء، يعني في سواء سفراء الدول أو الذين يعملون في المنظمات الدولية، الكل يشير إلى أن صدر الدولة السورية، قوانين الدولة السورية، لأن هذا
هذه مسؤولية الدولة، يعني بمعنى الرئيس الأسد والقيادات في سوريا، الحكومة في سوريا، المؤسسات في سوريا، مؤسسات المجتمع المدني في سوريا، كلهم يعرفون أي أذى أصابهم جميعا من خلال الذي استهدفت في سوريا. سوريا كانت صورة العيش الأجمل كعيش مشترك في المنطقة كلها وربما في مقدمة الدول في العالم. لذلك هذا الكلام لا يستند إلا إلى التشويش المقصود من بعض القوى التي، ولكن الآن أراه في تراجع. لذلك أنا أقول أنه أنت إذا كنت متابع وأراك متابع يعني، فبالتالي هذا الكلام مصداقيته تراجعت إن لم نقل لا يفتقر إلى أي مصداقية. طب ليش 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 مش عم نشوف النازحين عم يرجعوا بأعداد كبيرة لهلأ؟ أولاً ما يرجعوا بأعداد، أولاً الذي لا يحتاج إلى تسهيلات، يعني بمعنى أنت تعلم أن الأعداد خاصة في لبنان في البلد، يعني قبل الأزمة وقبل أن يكون هنالك أي عدوان على سوريا، دائماً نسبة السوريين واللبنانيين في سوريا أو السوريين في لبنان دائماً مفتوحة، وهي في لبنان بين 300 ألف إلى 500 ألف بالحالات العادية. فبالتالي لأنه قلنا العائلات متداخلة والجغرافيا متداخلة والمصالح تفرض هذا التكامل بين البلدين، ولكن الأعداد الكبيرة اليوم هي فوق طاقة لبنان طبعا هذا أكيد، ولكن بعض الذين جاءوا بترغيب أو بترهيب أو بإغراءات أو بتوظيف لهذا التهجير أو لهذا الاستقبال الذي ليست لديه مشكلات إقامة أو غرامات أو كسر، يعني الذي ليس له أي مشكلة يعود وبشكل طوعي وطبيعي، وهذا لا يسجل بمع. لذلك في كل يوم يعود إلى حلب وإلى دمشق وإلى حمص وإلى كل المناطق التي صارت أكثر أماناً من أماكن اللجوء في نسبة كبيرة، فضلا عن أن الذي يتحقق للسوريين في لبنان أو في الأردن أو في تركيا أو في أي مكان من أماكن اللجوء هو ليس الشرط الإنساني الذي افتقده السوري عندما كانت تؤمن له الطبابة والتعليم بمجانية تقريبا كاملة. لذلك السوري مصلحته العودة وكرامته تقتضي أن يعود، وأيضا طبعا نحن نريد للبنان أن يكون أكثر قدرة على حل مشكلاته فضلا عن أن يتحمل أعباء الوجود اللاجئين السوريين بهذا الحجم. أما الأعداد فهي مرشحة دائما للزيادة، وبعضها يتم دون إعلان لأنه لا يحتاج، ولكن الذي يتم عبر الأمن العام واللواء عباس إبراهيم واللجان التي أوجدها التيار الوطني الحر أو الحزب القومي السوري أو طبعا اللجان التي افتتحها حزب الله، كل هذا هو الذي يظهر على الإعلام. أما السوريون الذين يعودون أعدادهم دائما في اضطراب إلى الأمام. عسيرة التيار الوطني الحر سعادتك، كيف علاقتكم مع وزير الخارجية مع الوزير جبران باسيل؟ أنا سفير وهو أنا، أنتم تروني في مكتب معالي وزير الخارجية بين فترة وأخرى. طبعا طبعا هو السؤال يعني مرتبط بتصريحه عند لوحة الجلاء بيوم الاستقلال. أنا أجبت عليها في السؤال السابق وأظن وجهته قناة المنار وربما قناة مواقع أخرى. أنا اعتبرته خطأ غير مقصود أو خطأ في التعبير، لأن مصلحة لبنان وما يقوم به معالي الوزير جبران باسيل والذي قاله دائما فخامة الرئيس ميشيل عون بأن سوريا بما تواجهه والذي كان يراهن على انتصارها من اليوم الأول، هذا الانتصار هو مصلحة للبنان وبالتالي التكامل بين البلدين، وهذا يقول به أيضا الوزير باسيل. أما وجود القوات السورية في لبنان جاء أولا بطلب الحكومة اللبنانية وبتقديري لمصلحة لبنان وسوريا والمنطقة، والكل يقر طبعا هنالك أخطاء وقعت من الجانبين، هنالك أخطاء ارتكبها أي يعني مسؤول هنا أو هناك، ولكن يعني لا أحد يستطيع أن ينكر
بأن الجيش اللبناني وتوحيد الجيش وتوحيد المؤسسات ومواجهة المحتل الإسرائيلي كان لسوريا وللقوات السورية دور يعني لا أظن أن أحد يستطيع أن يقفز عليه. لذلك بعض الكلام لا نريد الوقوف عنده لأنه يعني صوب وبتقديري معالي الوزير باسيل. يعني صار في مصارحة بهذا الموضوع. ما يعني أنا أراه الأمور نضعها في يعني في حجمها وننتقل. طيب أوكي. الحكومة اللبنانية كمان حضرتكم متهمين دائما بالتدخل بالشأن اللبناني بالشأن الحكومة بشأن كل شيء. أين مثلا ضرب يعني أمثلة. في عندكم مثلا حلفاء يعتبر مثلا النواب السنة المستقلين يعتبروا هن يعني أصدقائكم، حزب الله وصديقكم وغيرها من القوى طبعا اللبنانية حركة أمل وغيرها هن أصدقائكم دائما حضرتكم متهمين. هل هذه التهمة يعني هذا التدخل؟ الاتهام هو التدخل بعرقل لتشكيل الحكومة مش بالصداقات أكيد. إذا كنت أولا كل لبنان أهلنا وليس أصدقائنا فقط. يعني الشعب اللبناني هو أهلنا إخوتنا، وحتى الذين يقفون مواقف غير ودية تجاه سوريا يعني نعتبرهم في مواقف، بعض السوريين يمكن أن يكون لهم موقف مشابه، لذلك لا نعتبرهم أيضا غير أشقاء وغير أهل. أما التدخل بتقديري الكل يعرف بأني أنا حتى في التجريح الشخصي أنا لم أرد على أحد، ولا لا تتدخل سوريا، ولكن سوريا طبعا تريد أن يعني يكون لبنان منسقا ومتكاملا، لأن الإرهاب الذي ضرب في سوريا هو نفسه الذي ضرب في لبنان، وبالتالي الانتصار على الإرهاب بوجه التكفيري أو على الإرهاب بوجه العدوان الإسرائيلي المباشر يقتضي تكاملا وتنسيقا. اقتصاد لبنان يقتضي تكاملا وتنسيقا مع سوريا. العائلات ومصالح العائلات المتداخلة تقتضي هذا، ولا نقول تدخلا، ولكن الكون هنالك سفارة لسوريا في لبنان وسفارة للبنان في سوريا، وهنالك سفير في كلا البلدين، وهنالك مجلس أعلى أيضا للعلاقة بين البلدين، هنالك اتفاقات ناظمة للعلاقة. من يعني ربما دعا لتجميدها أو لعدم العمل فيها ليس الجانب السوري، ولكن بكل الحالات نحن نرى أن لبنان الذي يتعافى والذي انتصر على الإرهاب في الجرود وانتصر على الإسرائيلي في 2006 نرى هذا قوة للبنان وبالتالي قوة لسوريا. أما أن أرحب مثلا بفوز قوى لها، أنا أولا لم أرحب يعني بالمعنى، ولكن نحن نسعد بأن تمت الانتخابات بدون إشكالات أمنية. أنه أكيد إذا قيل بأن المقاومة وبأن القوى الوطنية التي تؤمن بالتكامل بين سوريا ولبنان وتؤمن بخط السيادة والعروبة، أكيد نحن نسعد لفوزهم، ولكن إذا وزر هذا الوزير أو لم يوزر هذا شأن لبناني وشأن القوى الممثلة في هذا في البرلمان اللبناني. ولم يسمع أحد ولم يقل، يعني إذا قيل مثل هذا الكلام فهو لا يستند إلى أي حقائق. ممكن يكون تدخل إيجابي، يعني مش بضرورة يكون تدخل سلبي. مع يعني ممكن حتى التدخل الإيجابي، أولا نحن أصدقاء وأشقاء وأهل، فبالتالي أن تدور الأحاديث في مجالس أكيد هذا يتم تقريبا كل يوم، لأن ما دام النواب والوزراء والرؤساء الأحزاب والمفكرون والأكاديميون ما دمنا نلتقي في مناسبات متعددة ويطرح هذا الأمر، فأكيد سيكون هنالك تبادل آراء، ولكن هذا ليس تدخلا، هذا تعبير ودي عن علاقة أخوية، ولكن أصحاب القرار هم أصحاب القرار، هم الإخوة. العلاقة الأخوية ما بتكون مع كل اللبنانيين، يعني كنا عم نشوف مثلا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عم ينسحب
لا رفضا لمصافحتكم يوم الاستقلال، ما وما شفنا ردود فعل من قبلكم يعني، وكأنه يعني ما صار شيء. أولا نحن جئنا كسفير معتمد، ودعوة للسفراء ووجهت الدعوة لسفير سوريا، وفخامة الرئيس كان على رأس مستقبلي التهاني، وأنا لم ألحظ وجود دولة الرئيس الحريري، ولكن قد يكون لسبب ما غاب، لأنه قبلي كان السفير البابوي وسفير الكويت، وبعده أنا في التسلسل، لأن السفير البابوي بتقاليد لبنان ولو كان عمره أيام بيكون هو عميد السلك، وبعده بالقدم أنا كنت بعد السفير الكويتي وبعد السفير الروسي، فكلنا لم نسلم على الرئيس الحريري، فبالتالي أنتم تؤولونها. أنا لم أسأل نفسي هذا السؤال، وإذا لأني أنا سفير معتمد ولدي ولد لبنان سفير معتمد في دمشق طبعا. ووقع عليه دولة الرئيس الحريري، فإذا حدث هذا وكان مقصودا فيكون التشويش ليس في جانب سوريا، يعني التقصير يكون التقصير بحق الدولة اللبنانية وليس يعني بحق حضرتكم. ما اعتبرتوها رسالة لكم؟ ما اعتبرتوا حضرتكم انتم المستهدفين؟ لم أسأل نفسي هذا السؤال. أنا أرى أني أديت واجب التهنئة في عيد استقلال لدولة شقيقة عزيزة، وكان فخامة الرئيس بغاية اللياقة والترحيب، وبالتالي أنا لم أتوقف عند هذا، لم يعني أنا رأيت هذا الأمر لاحقا في الإعلام، لأنه قبلي كان كما أشرت يعني السفير البابوي والسفير الكويتي ووراء السفير الروسي وربما آخرون، يعني قد يكون المقصود السفير البابوي وليس السفير السوري. السؤال الأخير عن لبنان والعلاقة مع لبنان، هل عدم دعوتكم من القمة الاقتصادية ويعني والتوتر مع بعض الأطراف اللبنانية هل حيأثر مستقبلا على موضوع مشاركة لبنان بورشة إعادة إعمار سوريا وبالاستثمارات بسوريا، ولا أنتوا فاصلين ما بين هذه الشغلتين؟ أولا لست أنا من يعني من تسند إليه هذه المهمة، ولكن نحن في دولة، وسوريا التي واجهت حربا خطيرة مركبة بالغة القسوة، دمرت مؤسسات، معامل، مدارس، جامعات، يعني استهدفت بنية الحضارة في سوريا، بنية الأمان في سوريا، وصمدت سوريا. أكيد الذين كانوا رأس حربة في هذا العدوان على سوريا لا يتوازون مع الذين كانوا شركاء مع سوريا في مواجهة هذا الإرهاب، ولكن سوريا لا أيضا تريد الوصول إلى مخارج مشرفة كريمة، وعندما تكون في قوتها سوريا تسامح حيث ترى المصلحة في المسامحة، وخاصة مع من كانت لديه صور مشوشة أو غرر به أو كانت له يعني دوافع ربما تستحق إعادة النظر. لكل مقام مقال، وليس لا يؤخذ الجميع بنفس العلامة بنفس المستوى، أما أكيد سوريا تميز بين من كان معها ومن كان شريكا في سفك الدم السوري ومن كان شريكا في الدمار سوريا، أما ولبنان له خصوصية، يعني لبنان أهل وأشقاء والعائلات متداخلة، والقرار عندما يجري التقويم يكون لكل حادث حديث. طيب بخصوص العلاقة السورية مع الدول العربية، الرئيس السوداني يلي كان عنده طبعا مواقف سابقة معادية يمكن للحكومة السورية أو للرئيس السوري، عم نشوفه اليوم ضيف معزز بدمشق. شو أهداف كانت زيارة الرئيس عمر البشير، وشو هي الرسالة يلي حملها معه؟ تصويبا للسؤال، يعني ليس للرئيس السوداني في حدود معرفتي مواقف عدائية. أولا السودان بقي على طول الأزمة له سفارة وسفير في دمشق، وبقيت لسوريا سفارة وسفير في الخرطوم، فبالتالي الكلام
يجب التدقيق في السؤال. يعني الكلام ليس دقيق. يعني علاقات مقطوعة أو فاترة. أنا قلت هنالك سفارة وسفير في البلدين. مو بس العلاقات غير مقطوعة. لم يغب السفير عن أي من العاصمتين. هذا. ولكن أكيد موقف الدول العربية، الدول مؤثرة في العالم، أخذت في الاعتبار، فبالتالي لم تكن الزيارات متبادلة بهذا على مستوى الرئاستين. هذا كان المقصود. أي. ولكن هنالك كما أشرت يعني احترام، تبادل علاقة، مصالح. طبعا هنالك مواقف ليست متطابقة في كل الأمور، وربما بعض المواقف حكمتها ضغوط، حكمتها مؤثرات كثيرة. هذه الزيارة يجب أن تقرأ بخلفيات متعددة. يعني أولا العلاقة الأخوية والاحترام بين الرئيسين بتقديري بقيت في كل الحالات كانت موجودة وجيدة، والتواصل والاحتضان لمصالح معينة، رسائل بعضها في الإعلام وبعضها خارج الإعلام أظن كانت مستمرة. ولكن أسجل بأن الجالية السورية في السودان والعلاقة بين البلدين بقيت على طول الخط موجودة ومستمرة ومقدرة حتى ومحترمة. أما أرى أن هذه طبعا مربوطة بأن كما أشرت في المقدمة أن سوريا التي سقطت الرهانات على إسقاط دولتها، على إسقاط رئيسها، على إضعاف بنية جيشها، على تفكيك وحدتها الداخلية، هذه الرهانات التي سقطت ولدى البعض ربما ما تزال هنالك مكابرة، ولكنها تراجعت حتى لدى المكابرين. يعني بمعنى حتى المكابرين أو فلول المكابرين ليست لديهم نفس الرهانات. لذلك يعني كما قرأنا في التحاليل، وهذا مرهون بما سيصدر لاحقا، بمعنى قد تكون هذه الزيارة أيضا منسقة أو مرتبطة. يعني طبعا رحبت بها قوى الدول، قرأت من راصدين ومحللين. هذه القراءات هي أكيد لها ما يبررها. هذه قراءات صحفية صحت السفير، ولكن معلوماتكم شو بتقول؟ وسياسي. أنا معلوماتنا زيارة كانت يعني كما أشرت هي يعني مستجابة لما حققته سوريا، لما نجحت فيه سوريا، ومبني على علاقة جيدة وأخوية بين البلدين وبين الرئيسين. هل هو حمل أي رسالة؟ أي لم أطلع عليها إذا كان، ولكن هذا لا يستبعد إذا كان. يعني خاصة أن يعني كما قرأت يعني مثلا روسيا توقعت أن يكون لها ما يتلوها، وسبق هذه الزيارة اتحاد البرلماني العربي طالب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية. وهنالك مواقف لدول العربية كانت على طول الخط متمايزة عن المواقف التي يعني كانت داعية لتجميد عضوية سوريا، لعداء سوريا. يعني تستطيع أن ترى الجزائر والعراق، يعني فيه دول كان، وطبعا ولبنان ومصر ميزت نفسها بنسبة أو بأخرى. يعني هنالك بتقديرها حتى الدول التي كانت في فترة ما رأس يعني أو ملتقى للأصوات المعادية لسوريا أو المحرضة على سوريا، نرى الرأي العام الكبير في تأييد سوريا، والرئيس الأسد له حضور حتى في وبعضها ليست لدينا سفارة الآن في كتونس. تونس الآن حجم الترحيب الشعبي، حجم التأييد في البرلمان، حجم القوى السياسية التي حجم يعني زيارات
الاتحاد العام للشغل وقيادة هذا الاتحاد، والذي هو بتقديري من أهم اتحادات الشغل في الوطن العربي وربما في العالم. كل هذه الأمور أراها ستظهر أكثر نتيجة أن الرهان سقط على إسقاط سوريا وعلى إضعاف سوريا وعلى أيضا شيطنة قيادة سوريا. كل هذا أراه يتلاشى إن لم نقل سقط بنسبة كبيرة. يعني حنشوف رؤساء أو أمراء أو ملوك عرب قريبا بسوريا؟ هذا أنتم تستطيعون أن تجيبوا أو تستنتجوا، هذا طبيعي أن يستنتج هذا. يعني وحتى من يقرأ يعني زيارة الوفود البرلمانية الأوروبية وغير الأوروبية، كل هذه مؤشرات، لأنه هذه خلاصة الرأي العام، خلاصة الرأي السياسي الشعبي والقيادات السياسية، لأن البرلمان هو يمثل هذه القوى. لذلك تحصيل حاصل أن ينعكس هذا على من يريد الالتحاق بإرادة الشعوب، لأن الرؤساء والملوك والقيادات هم بالمحصر قوتهم يجب أن تستند إلى مجموع هذه المؤثرات التي البرلمان خلاصتها. طيب حضرتكم اتهمتوا بعض هذه الدول دائما أنه هي متآمرة على سوريا، هل من السهل عليكم إعادة العلاقات معها واستقبالها من جديد؟ هذا السؤال ومن السهل على الشعب السوري حتى يتقبل هذا الموضوع؟ أولا يا عزيزي، الصعوبة هي على من حمل عناوين هو كيف سيحمل غيرها من لذلك. أما الشعب السوري هو سعيد بانتصاره، يعني الشعب السوري سعيد بأن تستعيد حلب وحمص واللاذقية وطرطوس والقنيطرة وكل المدن والأرياف في سوريا، أن تستعيد أمانها، أن يعود للسوري هذا الذي التمتع بالأمان والاستقرار والاكتفاء الذي كان يتفوق فيه، على هذا الذي يسعد. لذلك من يملك القوة يستطيع أن يسامح. لذلك وخاصة أن الشعب الفرنسي ليس كله يعني الرئيس ماكرون. ساركوزي أو هولاند أو ماكرون، يعني وحتى الرئيس ماكرون عندما يعيد النظر وعندما يصوب الموقف، أكيد نحن نريد من أي سياسي فرنسي وأمريكي بريطاني خليجي تركي عندما يعيد النظر، بمعنى هذا من مسميات انتصارك أيضا. يعني الانتصار ليس فقط في تحقيق التحرير بقوة السلاح فقط، لا، أيضا الانتصار في أن يعود من كان يحمل عناوين العداء أن يغير حتى هذه الشعارات، بمعنى أنت استطعت بقوة حقائق الأرض وبقوة الإقناع الذي وصل إليه أن يغير رأي، هذا أيضا انتصار. لذلك بتقديري عندما يعود رؤساء وملوك وحكام وقادة أحزاب، بالعكس هذا من مسميات انتصار سوريا. يعني حتى أوروبا كان في لكم تصريحات مش يعني لها معالي وزير الخارجية السوري بفترة من الفترات عم يحكي عن أنه بدنا ننسى لنا على الخريطة. هلأ حضرتك قال يعني هو قال يعني أوروبا أولا لكل مقام مقال. يعني عندما كانت أوروبا تتزعم هذا الحراك ضد سوريا، ساعة اللي يعني قال أنه لا، بمعنى هذا نوع من الاستقواء بالوحدة الوطنية بالقوة الداخلية، وبمعنى رفع المعنويات في مواجهة هذا العدوان لكي لا تشكل إحباطا. أما طبعا أوروبا على الخارطة، وعندما تعود أوروبا إلى مواقف متوازنة أكيد تسعد بذلك سوريا، لأن بمعنى هذا من أسماء انتصارها حين، لأنه كانت لم تكن هكذا عندما كانت الدول التي سمت حالها حلفاء وأصدقاء الشعب السوري، وكانت فرنسا وبريطانيا وتركيا والسعودية ودول كثيرة. الآن عندما يعاد النظر في هذه المواقف
بالعكس يرون بأن الرئيس الأسد هو رمز للوفاء لشعبه وللانتصار لكرامة وطنه، وبالتالي الذين كانوا يقولون هو تحت الأرض أو في البواخر، يعرف الجميع بأن الرئيس الأسد بقي يجول على حتى كل الأماكن الساخنة، الكل يعرف كيف دخل إلى الغوطة، كيف راح أفطر مع 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 قادة الجند ومع الجنود، كيف زار أسر الشهداء، أسر الجرحى، أسر المفقودين، كيف نزل إلى ساحة الأمويين وأسرته وأفراد الأسرة في الكادر أيضا، هذا في 2000 كلها من 2011 إلى اليوم. يعني كل هذا يضطر حتى الذين رفعوا رايات عدائية أو راهنوا مراهنات الآن يخجلون من أنفسهم. هذا من أسماء الانتصار أيضا، أن يضطر من حمل كل العناوين العدائية أن يعيد النظر وأن يرتبك أمام جمهوره وأمام نفسه. هذا الارتباك هو من أسماء انتصارنا. الإمارات، هناك الحديث كثير عن عودة العلاقات الجيدة مع الإمارات، وهي يمكن إحدى الدول القليلة اللي من قطعت العلاقات معها. لا، ليست قليلة. هنالك طبعا دول، نحكي عن دول عربية أكيد، حتى الدول العربية بقيت بعضها لم يبقى سفراء كالإمارات. يعني هنالك سفارة في أبو ظبي وقنصلية عامة في دبي، يعني وفي السفارتين نشاط دبلوماسي جيد، ولكن أن تعود يعني ولم تنقطع الصلات بالمعنى الكامل مع، ولكن أكيد لم تبقى كما كانت. لذلك أن تعود الإمارات لافتتاح سفارتها وتجهيزها، هذا مؤشر أنها تريد إعادة فتح السفارة، وهذا طبيعي بالنظر إلى ما حققته سوريا. وبالتالي رهانات كما أشرت، يعني لا تستطيع لا أمريكا ولا أوروبا ولا كل الدول التي كانت تردد كلاما في 2011 و2012 أكيد لا ترى له مكانا الآن. هل دولة بعد الإمارات حتكون السعودية؟ هل هنشوف السعودية المملكة العربية السعودية؟ سوريا مرتاحة على نفسها وترحب بمن يراجع مواقفه ويعيد حساباته ويصوبها، فبالتالي ترحب طبعا. سوريا أكيد لا تريد قتل النواطير، تريد عنبا لنا ولغيرنا، وهذا العنب يعني هو المراجعة المسؤولة التي يمكن أن يقدم عليها أي شقيق أو غير شقيق. هل صحيح في وساطة إماراتية ما بين سوريا والسعودية؟ لا أدري. لا تدري. طيب هل في اجتماعات مع مسؤولين سعوديين حديثا؟ أيضا لا علم لي. يعني الوقت كتير عم يمرق بسرعة سعادة السفير، بس في موضوعين لازم نتطرق لهم. أول موضوع هو العملية التركية يلي أعلنوا عنها الأتراك ضد الأكراد بسوريا. يعني شو موقف الدولة السورية منها؟ هل هي بالتنسيق مع الدولة السورية ولا لا؟ أولا نحن نعتبر الوجود التركي في الأراضي السورية هو وجود غير شرعي ووجود احتلالي، يعني نحن نرفضه رفضا كاملا، وهذا يعرفه الأتراك ويعرفه العالم. ولكن نحن أيضا عندما تعيد تركيا وإدارة تركيا وحكومة تركيا النظر في مواقفها، أكيد نحن نرحب بأي إعادة نظر في هذا الاتجاه. نحن المكون الكردي مكون سوري أساسي في المجتمع السوري، ويعرف الأشقاء الأكراد هذا، والذين يعني تراهن عليهم أمريكا أو في مراحل يعني متدرجة في هذا الرهان، تعرف بأن غالبية غير قليلة من الأشقاء فيها في هذا المكون هم ليسوا أيضا مع الرهان الأمريكي، وحتى هؤلاء هم نراهم بين فترة وأخرى يطلبون الحوار ويطلبون العودة، يطلبون التنسيق.
نرجو أن تعلو الأصوات المسؤولة حتى في هذا المكون، لأن سوريا حريصة على كل أبنائها بكل المناطق، وهي واثقة من أنها ستستعيد كل شبر من الأرض السورية ولن تفرط بأي شبر، وكل السوريين بالنسبة لنا هم مواطنون درجة أولى، لا يوجد تمايز في المواطنية السورية. لذلك سوريا بوحدة ترابها وسيادتها حريصة على هذه الوحدة، وهي واثقة من أنها ستستعيدها بالكامل. يعني حنشوف الجيش السوري عم بدافع عن الأكراد؟ نحن الآن نواجه الإرهاب بكل مسمياته، ونرى أن الذي يراهن على الأمريكي أو على أي قوة خارجية غير شرعية نرجو أن يعيد النظر، وحينها سوريا مع كل أبنائها. يعني تعتبروا أن الأكراد حاليا عم برهنوا على أمريكا، فمش حد دخلوا المعركة؟ نحن عم نعتبر هنن لهلا الأمريكان هم استندوا إلى هذا، ولكن أيضا هذه الأصوات ليست لا تمثل مجموع الإخوة في هذا المكون، ونرى أن الأمريكي هو نفسه في مواقف أحيانا متقلبة وأحيانا متناقضة، ونحن على يقين من أن هذه الأمور ستصل إلى نتائج يسقط فيها كل أنواع الرهانات على غير الشرعية التي تمثلها الدولة السورية. أدلب، شو اللي مانع لحد هلأ جيش سوري من يعني استرجاع؟ هذه نقاط إجرائية يقررها الذين يقودون الأمور على الأرض، ولكن اتفاق أستانا واتفاق سوتشي والطامن الروسي مع الطامن الإيراني بالتنسيق مع تركيا، أرى أن الحل السياسي لم يستنفذ، ولكن بكل الحالات ستعود إدلب، والجيش السوري والحلفاء والحواضن الشعبية كلها مع الدولة، والأمور لا نرى بعين متشائمة إلى عودة إدلب، بالعكس نراها قريبة، ونأمل أن تأتي بالشكل الأقل خسائر في حفاظا على المدنيين الذين يحتجزهم المسلحون في منطقة واسعة في إدلب. بعد حرب أو أزمة استمرت لسبع سنوات، أمتى حيبلش أو حتبلش ورشة إعادة أعمار سوريا؟ بلشت ورشة إعادة الأعمار بكل المناطق؟ لا، ليس في كل، ولكن إعادة الأعمار في مناطق غير قليلة، في حمص وحلب وفي اللاذقية وطرطوس ودمشق وفي غير مكان، هنالك معامل عادت بالعشرات للعمل، هنالك مؤسسات تعيد ترميم أوضاعها، هنالك بالعمارة والمنشآت السكنية بأشكال، ولكن كبكج كامل أولا بدأ، ولكن التكامل يتم كل يوم، وكون سوريا تحرر المناطق الساخنة والتكاد تكتمل، طبعا ما خلى الذي بقي في دير الزور وفي إدلب وفي مناطق معينة، ولكن هذا الإعمار بدأ، ولكن يجب أن يصعد، يجب أن ترفع العقوبات، أن يرفع الحصار، لأن إذا كانت بعض الدول التي تدعي الحرص على الشعب السوري وعلى حقوق الإنسان السوري، أول هذه الحقوق هو رفع الحصار، لأن هذا الذي يسمح لرؤوس الأموال السورية ولرؤوس الأموال الصديقة ولرؤوس الأموال التي يمكن أن تكون شريكة في إعادة الإعمار، وأيضا للمواد والمعدات التي كلها تحتاج إلى تسهيل في هذا المجال، أنا أراه هو البند الأول الذي يجب أن يعمل على ضمانه لكي تكون إعادة الإعمار وعودة السوريين بيسر أكثر وبتسارع أكثر. يعني حضرتكم نفهم مزعوجين من هذه العقوبات، يعني عم بتعرقل موضوع الأعمار والاستثمار بسوريا؟ أكيد مزعوجين، أكيد هم آذوا
هم وجه كام، هم عدة الإرهاب كانوا. يعني الإرهاب لم يكن فقط بالفكر الذي غرر به البعض وغزي به البعض، بل حتى بالمال الذي ضخ، بالإعلام الذي وظف، وبقلب الحقائق، وأيضا بهذه العقوبات وبهذا الحصار الذي عوقب به الشعب السوري وعوقبت به شعوب شقيقة أيضا. يعني بمعنى العقوبات والحصار أصابت سوريا وأصابت دولا شقيقة وصديقة، بعيدة وقريبة، كبيرة وصغيرة طبعا. هل بسبب العقوبات بعد العملة بسوريا عم تطلع وتنزل، ولا في أسباب أخرى؟ لا، العملة أولا مستقرة بنسبة يعني كبيرة. لا، مستقرة منذ سنوات بنسبة طبعا. العملة يوم كانت الليرة الدولار 45 إلى 50، الآن بين 450 و500. صحيح، يعني هي نسبة 50 أو 45 ليرة تفاوت عم بكون خلال الأشهر الماضية. أمام هذه الحرب وأمام هذه القوى المتعددة الجنسيات التي وظفت الإرهاب في كل بقاع العالم واستجلبته إلى سوريا، أن تحافظ سوريا واقتصاد سوريا على استقرار ليرتها بهذا الحجم، هذا من أسماء الانتصار أيضا. أن يبقى الراتب يصل إلى كل السوريين، هذا من أسماء الانتصار. أن ترى الكهرباء رغم كل الدمار الذي أصاب مؤسسات الكهرباء، ترى أن سوريا في دمشق مثلا نسبة الكهرباء تكاد تكون 100%، وبالمناطق المحافظات السورية بنسبة كبيرة جدا. وهنالك أيضا استرجاع للدور يعني للمحولات وللمعامل الكهرباء ونشاطها لتغطي كامل الجغرافيا السورية، وسوريا في بعض المناطق لديها فائض يعني. وهذا يعرفه الأشقاء في لبنان بأن سوريا قادرة على إمداد لبنان عبر الخطوط الموجودة والتي كانت تمد بها لبنان بنسبة من 300 إلى 1000 ميجا. هذا دليل أن سوريا بتكامل وبمراجعة وبفاعلية لمؤسساتها وحرص دائم على تطوير إمكاناتها، طاقاتها، معاملها، خبرات موظفيها ومهندسيها. لذلك القادم إعادة الإعمار بدأت، ولكن تفعيل هذه الإعادة نحن نراه قريبا، ونرى أن حتى الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا يعني يفترض أن مصالحها وأن الوقائع التي فرضت نفسها تفرض أيضا إعادة النظر حتى في هذه العقوبات. أصدقاء سوريا، روسيا، الصين، إيران، هناك كلام كتير عن دور لهم طبعا بموضوع إعادة أعمار سوريا. طبعا لهم الأفضلية، هم أكيد أكيد الأصدقاء الذين كانوا شركاء معنا أكيد لهم الأفضلية. السؤال هو، هل حيكون دورهم مستقل، ولا حيكون كل ورشة إعادة أعمار سوريا تحت إشراف الدولة السورية؟ أكيد ما يجعل الأرض السورية هو تحت إشراف الدولة السورية بكل المعايير، ولكن نحن نثق بأشقائنا الذين كانوا معنا وبالحلفاء الذين دائما كنا على تواصل، وبالتالي هذا التنسيق هو الذي ينظم هذه العملية. سعادة السفير، طبعا بدنا من حضرتك كلمة أخيرة يعني توجهها للسوريين واللبنانيين يعني بمناسبة نهاية العام والأعياد. أولا نرجو أن هذا الإرهاب الذي هو خطر على سوريا ولبنان والمنطقة هو خطر على العالم، نرجو أن الذين أرادوا الاستثمار في هذا الإرهاب أن يوقفوا هذا الاستثمار، وأن يقتنعوا بأن هذا الإرهاب خطر حتى على داعميه ومموليه. ونرجو للبنان العزيز وسوريا ومصر والأردن وكل الدول العربية، ونرجو لشعبنا الفلسطيني أيضا أن يكون العام القادم فيه خير للجميع وفيه نجاحات تبنى على ما أنجزته سوريا، وسوريا لكل أشقائها وأصدقائها إن شاء الله. شكرا لك سعادة السفير. بختام حلقتنا لليوم نشكرك على استضافتنا وعلى سعة صدرك. كل الشكر لكم مشاهدينا على المتابعة، مع تمنياتنا أن تحمل السنة القادمة الخير والسلام للبنان وسوريا وكل الوطن العربي.